بالنسبة لهنا كناخدو ثلاثة وكان نثبتوهم بالمسدس الشمع وكنحاولوا نضفروا الضفيرة ديال ثلاثة العادية اللي كنعرفو. كنحاولوا نزيروا شويه باش ما يبقاوش فيها الفراغات. هو الجورنال ملي كيتبرم راه كيولي قوي، اذا نضفرو على راحتنا ما كيتقطع ما والو. اذا هنا الطريقه باش كنعاودو نزيدو هذوك القطبان ديال الجورنال. اذا سهله الطريقه، كنستمروا هكا نصايبو كي هنا. الا تعذر عليكم باش تزديو الجورنال وكان هذاك الثقب صغير ضيق، كنحاولوا نقطعوه على الطول واحد شويه، كنقطعوه من على الطول هكا وكنستعنوا بالغراء هكا باش يسهل علينا. الا صعبت الزديه وكان هذاك وما كانش باغي يدخل مزيان، كنحاولوا نرققوا الجورنال ونستعنوا بالغراء. في الغالب راه كيكون ساهل كيدخل بلا مشقه. اذا وكنكملوا الضفيره بشكل عادي. كي شفتوا راه خاصنا كميه كبيره ديال الجورنال مضفور باش نكملوا هذا العمل.
في هذه المرحله كنحتاجوا الغراء الابيض، كنطلقوه بشويه الماء، وكنحتاجوا اسفنجه باش ندخلو مزيان الغراء في هذا النسيج. قد ما كندخلوه في الجورنال كيكون قاسح وكيكون صلب زعما، وكيدوم مده طويله ما كيخسر ما والو، دان كيحتفظ على الجورنال وكيعطي حتى واحد اللمعه. واخا ما غاديش نستعنوا بهذه اللمعه ديال الغراء، من بعد باقيين غادي نديرو حتى الفيرني باش كيزيد يحمي حتى من الرطوبه، واكيد كيعطي حتى هو لمعه احسن. اللي بغى ممكن يدير، واللي بغى يكتفي غير بالغراء راه مزيان، حتى الغراء تيحتفظ عليه تيولي تماما بحال الخشب. اذا هكا حتى نكملوا كاع الاحجام اللي عندنا، وكنخليوهم ينشفوا مزيان، خصهم ينشفوا مزيان قبل نستعملوا الصباغه. اذا بعد ما نشفوا لينا نشف لينا الجورنال مزيان، غادي نحاولوا نغطيوهم لداخل هاد البانيو، غنحاولوا نغطيوهم لداخل. ناخذوا مظله قديمه، كنطويو كل جزء منها على اربعه، وكنحاولوا نقطعوا الدائره. غنديروا نفس الشيء بالنسبه للبانيوات بثلاثه. اختاريت هاد الثوب حيت ربما غادي يكون هو اسهل من اي ثوب اخر في التنظيف. الا لقيتو نتوما كاع الجلد غادي يكون احسن، انا ما توفرش عندي. اذا اختاريت ندير عير هادي، غادي تكون اسهل في التنظيف، غادي تكون عرضه للغبار وما غاديش يمكن نستعملو الماء. واخا درنا الفيرني هو غادي يحمي من الرطوبه، ومن الفوق ممكن عين نمسحوه. اذا نفس الطريقه غادي نتبعو. وفي هذه المرحله كنديروا لهم الفيرني، فيرني عادي اي فيرني اختاريتو. المهم كنديروا لهم هاد لاكوش هادي باش تحميهم حتى من الرطوبه حتى من الغبار، كيسهلوا باش يتمسحوا. اذا بثلاثه بهم غندوزو عليهم، وغادي نخليهم حتى تينشفوا مزيان. هاد المرحله كناخذوا العبار ديال المحيط ديال كل اناء، وكنقسموه على ثلاثة باش نقدروا نديروا ثلاثة تقاب على في مسافات متساويه، على بعد مسافات متساويه. اذا غادي نتقبوا البانيو ثلاثة تقبات، غادي ناخذوا العبار ثلث ديال المحيط، وغادي نديروا غادي نعلموه بالقلم بهذه الطريقه باش غادي نحصلوا على نقط متساويه، ما يجيناش عوج ملي نعلقوه.
اذا نفس الشيء غنديروه للاواني ديالنا بثلاثة. كل واحد كناخذوا ليه المحيط ديالو كنقسموه على ثلاثة، ومن بعد كنديروا الكويه كتكون سخونه باش نحاولوا نتقبوا دوك ثلاثة الطبقات اللي عندنا فيها الجورنال والبلاستيك ديال الاناء والثوب اللي عندنا. اذا خص الكويه تكون سخونه مزيان وكيتتقب بسهوله. كنحاولوا ان نحطوا الكويه في شي اناء اللي باش ما تحرقش لينا الحاجات اللي حدانا حيت سخونه بزاف، وكنحاولوا حتى على يدينا لا نحرقوهم كتكون سخونه بزاف. صافي، نفس الطريقه غادي نديروا الاواني بثلاثه، ومن بعد غادي ناخذوا كرده فيها هي ثلاثه الكردات، كل وحده فيها امتر متر في كل وحده فيهم، وغناخذوا 9 العقيقات. هادو كيسهلوا علينا باش نعلقوا بلا ما يدوز لينا. الا عقدنا عليه العقده غادي يقدر يدوز من داك الثقب، ما غادي تزير مع الثقل، تقدر تدوز. اذا الراس ديال كل كرده باش ما يبقاش يتفك ويسهل علينا كندوروا عليه السكوتش. اذا كنكونوا عقدنا الطرف الاخر ديال الكرده، كندخلوا العقيقه، من بعد كندخلوا فداك الثقب اللي درنا. اذا هاد الشيء كنبقاو نديروه على في كل اناء، كنديروه في كل اناء، كنديرو عقده عقيقه وكندخلو في الثقب ديال الاناء اللي تقبنا قبيله. كنتمنى يكون هاد الشيء واضح. اذا كنكون يد قسمت هذاك المترو، كل كرده فيها مترو كنقسمها، درت تقريبا شي 26 سنتيم، وكنعقد عقده. كنكونوا علمناهم بالقلم باش يبانوا لينا، كنعقدوا عقده وكنديروا عقيقه. خصني ندير عقده هي الاولى في ديك العلامه اللي علمت على 26 سنتيم، كنعقد عقده عاد ندير عقيقه في الكردات بثلاثه. هذه هي العلامه اللي درت، خصني نعقد فيها عقده. خص العبار يكون مضبوط باش ما يجيوناش ما يجيناش الشكل الاخر كاع عوج. اذا قد ما ضبطنا العبارات قد ما غادي يكون الشكل متوازن. دير نفس الشيء غادي نعاودوه مع الاناء الاخر. عاود بالنسبه لهاد العقيقات خديتهم من هادو اللي كتعرفوا دائما كيكونوا في الكراسه ديال الطوموبيلات قديمه، مابقاش كيتستعمل وحتى في الطبيب. اذا نفس الشيء كنعاودوه مع نفس مع البانيوات بجوج الاخرين اللي باقيين لينا. كنتمنى يكون هادشي واضح. شتو دابا الدور ديال هاد العقيقات اللي درنا، انهم كيحبسوا باش ما تدوزش لينا تفلت لينا ديك العقده. مع الشبكه غادي يهزوا لينا الثقل،
يقدر مع المدة العقدة تبقى تزير تاع الصغار تقدر تدوز من الثقب. إذا باش نتفادوا هذا المشكل نديروا عقيقة شوية كبيرة. هادو دائما العلامات فين فاش كندير العقدات كنت درتهم من قبيله، قسمت الكردة على 26 سنتيم. هنا واقيله درت شي عقده سورياليه ماشي عقده عاديه، ما عرفش ما بغاتش تعقد مزيان ولكن في الاخر تزيرت، ما عرفش كي درت ليها. هنا عيشه واقيلا تلفات العلامه اللي درت حيت ما بغيتش نبين مزيان الفتخ في الكرده باش ما توسخ لياش. إذن هنا الشكل بدا كيبان. هنا كنستعملو مسدس الشمع باش نثبتو دوك النهايات ديال الحبل ودوك الخيوط اللي لوينه. وهنا كناخدو عي صدفة عادية كنحاولو نغلفوها بجزء من هداك الميدل، كنستعملو خيط كنلويوه على ديك البلاصة كنعقدو صافي وكنقطعو الزوائد. كنلصقوهم في الراس ديال الحبل غير باش ما يبقاش يبان داك الراس وصافي. كنتمنى يعجبكم هذا الشكل اللي صايبنا اليوم، وخا كيبان فيه بزاف ديال لي ديتاي راه سهل وممتع حتى في الخدمه ديالو. هذا هو الاحسن، ما كتحسش بالوقت، هذا هو احسن حاجه في الاعمال اليدويه.
ممتع جدا اذا ما كتحسش بيه كاع. وان اصلا علاش صوبت هذه، حيت عندي مشكل مع البصله والبطاطا، والثومه دائما فين نديرهم. اذا هذه اصلا درتها للثومه والبطاطا والبصله. ثم تقدروا تستعملوها لاي حاجه بغيتوا، الفواكه ولا لاي حاجه. اذا هذا هو الشكل النهائي ديال العمل اليدوي اللي قمنا به اليوم. كنتمنى يعجبكم وتجربوه. انا في الحقيقه صايبت البصله والبطاطا والثومه حتى لقى معاهم مشكله. نتوما ممكن تستعملوا حتى الفواكه، وغادي تعذروني حيت مشى ليا حتى الفيديو اللي صورت فيه البصله والثومه والبطاطا. اذا شكرا على المشاهده، والى الفيديو المقبل ان شاء الله.